بسم الله نبدأ أولادي. في عنا الآن 100 سؤال راح نحللكم إياها على أساس زي تجربة ما قبل الامتحان، وهذه الأسئلة هي مقترحة وليست متوقعة. طبعا أنا بعت لكم 150 سؤال، 175 سؤال، هذول 100 منهم بس هو بدي أحلهم أمامكم. الله يوفقكم يا أولادي ويرضى عنكم. الآن يا أبنائي السؤال الأول: إذا أنجب أبوان كلاهما طبيعي الشعر، يعني الرجل طبيعي والمرأة طبيعية، الرجل الطبيعي كلكم تعلمون H، الأنثى الطبيعية لازم يكون عندها H، لكن أنجب ذكرا أصلع عنده Z، إذن هو أخذ من أبوه H بالضرورة وأخذ من أمه Z، إذن أم Z. فالطرز الجينية للأبوين هي الأب H H والأم H Z. السؤال الثاني: إذا كان جي تي مرتبطان على كروموسوم نفسه، فإن عدد أنواع الجاميتات التي يكونها الفرد جي كابيتال جي سمول تي كابيتال تي سمول على فرض حدوث عبور، هلا محمولات على كروموسوم محمولات، هذا ذش حكي مشان يكبر السؤال، يا جاوبكم يا بس هيك تضخيم للسؤال. الجواب: ما دام حدث عبور وصفتين خليطتين اذا 4. لو اجاكم سؤال لو لم يحدث عبور، عدم حدوث عبور طبعا 2 بالضروره للصفتين الخليطتين شرط اساسي، ولو صفه خليطه وصفه نقيه برضو بيطلع 2، بس هذاك في الارتباط في العبور او عدم عبور بيطلع 2. أحد الطرز الجينية الآتية لها نفس تأثير هذا الطراز، يعني قاعدين بنحكي إحنا بذور القمح، لون الجلد، الذكاء، أشياء كثير طبعا في الإنسان وغير الإنسان اللي هي الجينات المتعددة. نجي بنمسك الكابيتال بنعده 1 2 3، بندور مين عنده 3، 1 2 3 هذا هو طبعا راح يطلع الجواب، لكن 1 2 5 لا، 1 لا، 1 2 3 4 لا، إذن ألف هو الجواب. السؤال الرابع: الطراز الجيني لزوجين من الصفات المتضادة A capital A small B capital B small أعطى نوعي الجاميتات A capital B capital A small B small فقط. طب هو لو كان مندل بده يعطيني 4، طيب لو كان في عبور بده يعطيني 4. طبعا هنا ما ذكرليش قضية العبور إلا من باب النفي جبت لكم إياها، يعني أنا حكيت لكم عبور جيني لا 4 بده يعطيني، هو ليش أعطاني 2؟ إذن ارتباط، ولو قلنا بدون عبور برضو نفس الشيء، بس احنا قلنا ارتباط الجينات على اعتبار انه افترضنا انه الخطأ عبور الجينات او العبور الجيني مش صحيح، اذا صفت الف هي الجواب من باب يعني احتاط، وان اجى مثل هيك سؤال هو المنطق انه يكون ارتباط الجينات وعدم حدوث عبور، لكن افرض جاب لكم هيك لانهم اذكر هيك في الزمانات جابوا زي هذا السؤال او نفسه حتى بجوز، فشلنا كلمة مع عدم حدوث العبور وخليناها فقط ارتباط الجينات. خمسة: إن احتمال إنتاج جاميتات تحمل أليلا متنحيا من نبات بازلاء غير متماثل، يعني R capital R small T capital T small، لصفة لون البذور هو أليلا متنحيا، هذا بده يعطيني هيك R capital R small اللي بده يعطيني قليل متنحي 1 من 2، إذن هو نص، إذن الجواب ألف نص. السؤال السادس: لما نحصل على النسبة في الأبناء 9 3 3 1، شو بكون الأبوين؟ طبعا هذه مندلية لصفتين خليطتين مع خليطتين، بدك نحافظها مش حافظها؟ لا إن شاء الله حافظين أنتم ما شاء الله عنكم.
احتمال ظهور فرد طراز الجيني، ها شوي صعب هذا، جابوه في التوجيه طبعا، هذا مش منا. دي كابيتال دي سمول، ام كابيتال ام سمول، لأبوين يحمل أحدهما الطراز الجيني هذا، دي كابيتال دي كابيتال ام سمول ام سمول، والآخر دي كابيتال دي سمول ام كابيتال ام سمول، علما ها بأن دي كابيتال ام كابيتال ام سمول محمولان على نفس الكروموسوم او مرتبطان نفس المعنى، وبافتراض عدم حدوث عبور. شوف يا ولدي، هلا في عندنا احد الابوين احدهما دي كابيتال ام سمول، والاخر دي كابيتال دي كابيتال ام سمول ام سمول، والآخر بدكم تنتبهوا هنا هو دي كابيتال دي سمول ام كابيتال ام سمول، دي كابيتال دي سمول. لو حطيت ام كابيتال ام سمول خالفت الشرط اللي حكى لي اياه، ديروا بالكم. اذا بده يكون الدي كابيتال مع الام سمول، اذا يقابلها ام كابيتال. بدنا ننتبه لهذه القضية ان جابوا زيها او جابوها نفسها. هلا هذا بيعطيني نوع واحد من الجاميتات دي كابيتال ام سمول، وهذا راح يعطينا انه عدم حدوث عبور، راح يعطيني دي كابيتال ام سمول ودي سمول ام كابيتال. هو شو طلب مني؟ قال لي احتمال ظهور دي كابيتال دي سمول ام كابيتال ام سمول، دي كابيتال دي سمول ام كابيتال ام سمول، هذه نص وهذه واحد صحيح، اذا الجواب راح يكون نص، ولو ضربتهم بيطلع اثنين عندك يعني نص. اذا كان احتمال انجاب انثى مصابه، انثى ومصابه بمرض معين هو ربع. هنا ما حكى لي مرتبطه بالجنس، قال لي انثى مصابه بمرض معين، وحكى لي اذا كان قليل الاصابه بالمرض سائد سياده تامه، سياده تامه القليل الاصابه، على عدم الإصابة ومحمول على كروموسومات جسمية، يعني هاي برضو كمان زيادة البياع، فالطراز الجيني للأبوين هو ابني. هو حكى لي أنثى مصابة ربع، يعني الأنثى نص، ومن شان تطلع عندي ربع يعني ضربناها في نص، يعني احتمال الإصابة نص وتكون أنثى نص يعني ربع. طب مين من هذولا اللي بيعطيني احتمال الإصابة نص؟ هذا بيعطي ثلاثة أربعة، هذا كامل، هذا كامل، هذا اللي بيعطيني احتمال الإصابة نص، وإنها تكون أنثى نص، نص في نص يساوي ربع. ظهور نسبة 3:1 تزاوج بين ذكر وأنثى ذبابة فاكهة كلا، إذا طبعا تزاوج ذكر وأنثى ذبابة فاكهة كلاهما رمادي طبيعي غير ناقص صفتين. طيب صفتين غير نقيتين مع صفتين غير نقيتين، وعطاني 3:1 فورا بلا نقاش، هي ارتباط وعدم حدوث عبور، وهي حكيت لكم في المدرسة وكررتها عدة مرات، ديروا بالكم حفظ هذه. خليطين مع خليطين وثلاثي لواحد إذا ارتباط بدون عبور. هذا السؤال يعني ممكن استبعد شيء ممكن يجيبوه. الذي أدهش مورغان عندما أجرى تزاوج في ذبابات الخل على لون العيون، هل هو ظهور لون العيون الأبيض في الذكور فقط، ولا جميع الأبناء الذكور كانت بيضاء العيون، ولا بقية الخيارات؟ الحقيقة هذا جربته مع كثير من طلاب، الكثير منهم أخطأ، حكى جميع، لا مش جميع الأبناء، مش جميع الأبناء الذكور، ظهور اللون الأبيض بس في الذكور، يعني الإناث ما طلعت، الذكور فقط هي اللي طلعت عيونها بيضاء. طبعا هاي عملية حفظ بس، ومن باب الاحتياط يكون عندكم المعلومة أحسن منها ما تكونوا عودتكم على هذا النظام، إنه المعلومة تكون عندك أفضل إليك.
ظهور طرازين شكليين مختلفين لطراز جيني واحد عند كل من الذكر والأنثى. هذا سؤال كثير متكرر يعني، برضو احنا بنجي متكرر يعني مش لازم كل شيء جديد. طبعا المتأثرة بالجنس زي زد اتش بيعطي ذكر اصلع انثى بشعر، زي دي اس بيعطي ذكر بقرون انثى بدون قرون. هاي الفكرة. يحدث تبادل بين أجزاء المادة الوراثية عند حدوث عملية العبور الجيني في أي أطوار الانقسام، طبعا حفظ التمهيدي الأول. مولد الضد، مولدات الضد الخاصة بفصائل الدم هي بروتينات سكرية في النواة، ولا بروتينات سكرية في البلازما، ولا بروتينات سكرية في السيتوبلازم، ولا بروتين سكرية على سطح خلايا الدم. الجواب على سطح خلايا الدم، بدك تكون حافظها ممكن يجيبوها. إذا تزوج الرجل فصيل الدم AB من فتاة O فاحتمال إنجاب أنثى فورا نص. هسا AB I A اي بي او اي سمول اي سمول، هون اي سمول مع اي واي سمول مع بي يعني نص نص في نص للدم اي. الجواب ربع. الطراز الجيني الصحيح لانثى ذبابه فاكهه غير منتظمه الاجنحه، المنتظم اسكابيتال ومحموله على الكروموسومات الجنسيه، اذا هذا لا وهذا لا، هذا طب هي سائد هذه منتظمه، اذا صفى هاي غير المنتظمه اكس اس سمول اكس اس سمول. والان سؤال 16، عند حدود تزاوج بين انثى مصابه بنزف الدم اكس اكس ار سمول ار سمول وذكر سليم، أي من هذه الإجابات صحيحة؟ هلأ هنا عندي X R capital X R small و X R small Y، ذكور مصابين 50% من الأبناء، إناث سليمات 50% من الأبناء، لكن جميع الذكور مصابين، إذا الجواب جيم، جميع الذكور مصابين. 17، عندما تكون أكبر نسبة ارتباط بين جينين على الكروموسوم شو بيكون بعدها؟ أي العبارات الآتية تكون صحيحة؟ هل هي أقل نسبة عبور؟ نعم أقل نسبة عبور. هل نسبة العبور تساوي الارتباط؟ مستحيل. نسبة الارتباط تساوي المسافة؟ لا. أكبر نسبة انفصال؟ برضو لا. 18، إذا علمت أن نسبة الارتباط لتركيب A capital A small G capital G small 87% وحكى لي أنه A capital مع G small محمولان أو مرتبطان على الكروموسوم نفسه، بده نسبة الجميت A small G capital. هنا يا أولادي في حل. أستاذ 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 بقدر أحله شفوي؟ حله، ولكن إحنا هم نعلمك كيف تحله كتابي. أنا عندي A capital مع G small، هو شرط علي قال A capital مع G small، إذن A small مع G capital، هذه بنسميهم كما عودناكم الأصلية، وارتباط 87% إذن عبور 13% إذا صار عبور. إذن باجي بمسك هذا A capital G small هذا الأصلي، و A small G capital هذا الأصلي، و A capital G capital هذا بسبب العبور، و A small G small بسبب العبور. هذول 13%، هذول 87%. هسا هو شو بده؟ A small G capital يعني بده هاي نصهم، يعني 43.5%، إذا الجواب 43.5%. لو طلب هاي 6.5، لو طلب هاي 6.5، هاي 43.5، هو طلب هاي بالتحديد، إذا الجواب 43.5. أي بلازما دم يمكن إعطائها لأي فصيلة أخرى دون معرفة نوعها؟ يعني بدي أعطي بلازما دم لشخص وأنا مش عارف شو نوعه بدون أي خوف. الجواب بلازما اي بي. ليه؟ لانه فيش فيها اجسام مضاده اساسا. النمط الوراثي لصفه طول الجناح، طول الجناح ركزوا عليها، سياده تامه.
لأن لون العيون مرتبطة بالجنس. شكل الأجنحة منتظم غير منتظم مرتبطة بالجنس. طول الأجنحة طويل ضامر لأها سيادي تامة ما ننساهاش. النمط الوراثي لصفة وجود الشعر على ذقن الماعز حفظ هذه التأثر بالجنس. الطفرة التي تحدث نتيجة إضافة زوج أو عدة أزواج من القواعد النيتروجينية إلى الجين. طيب الموضوعية استبدال، الصامتة جزء منها، القلب ما فيها صفة الإزاحة اللي هي فيها إضافة أو حتى حذف طبعا يعني. 23 عند حدود طفر التكرار في كروموسوم. طب الكروموسوم المقابل له شو صار فيه؟ يعني عندي كروموسومين، هذا الكروموسوم أجاله تكرار زيادة، هذا صار فيه حذف، إذا المقابل له صار فيه حذف. تحدث الطفرة الجينية المسببة لاختلال التليف الكيسي في الزوج، هذا بصم طبعا، تليف الكيسي الزوج السابع. 25 أي الآتي صحيح فيما يتعلق بفحص خمالات الكوريون؟ هل هو سحب العين بين 14-16؟ لا. طرد مركزي برضه لا. زراعة سرعة لأن في اليوم التالي، في اليوم التالي. إذا حدث معه البي سي آر 5 مرات، إحنا طبعا هذا الكلام حسب الكتاب، هسا علميا واحد يجي يقول لي علميا ولا كذا، حر علميا، إحنا إلنا الكتاب، الكتاب هيك بيحكي. 5 مرات كم عدد الجزيئات؟ طبعا أعطيتكم قانون 2 أس نون عدد المرات، يعني 2 أس 5 يعني 32 جزء حسب المعطيات اللي موجودة عندنا. أي الآتي يستخدم حين تكون قطع دي أن إيه المراد نقلها كبيرة الحجم؟ كبيرة الحجم الفيروسات، ضفنا على كلمة آكل بكتيريا عادي فيروس. تندج جميع الجاميتات بشكل غير طبيعي، كل الجاميتات اللي بتطلع غير طبيعية متى؟ عدم انفصال زوج الكروموسومات في المرحلة الثانية، كروموسومات لا مش في المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية كروماتيدات. عدم انفصال زوج الكروماتيدات في المرحلة الثانية هذا بيعطي اشي صح اشي ما فيش فيه، لا لا مش هي. عدم انفصال زوج الكروموسومات في اثناء المرحلة الاولى من القسام الصف، زوج من الكروموسومات في المرحلة الاولى بيعطي نون ناقص واحد ونون ناقص واحد ينتج عن اذا هو الجواب، اذا الجواب جيم. عدم انفصال زوج الكروماتيدات في المرحلة الثانية بيعطي 50% نون و50% نون ناقص واحد نون زائد واحد، إذا الجواب جيم. أي خطوات تفاعل إنزيم البلمرة تتم عند درجة 40 إلى 65؟ فصل ولا بناء سلسلتين ولا ربط سلاسل البدء ولا تضاعف؟ الجواب ربط سلاسل البدء، محافظينها من الشكل، إذا حافظها قطعا راح تجاوبها صح. أي قطع دي أن إيه الآتي أقل سرعة؟ الأسرع هي الأصغر، إذا الأكبر أقل سرعة، بتعدهن بتطلع دال هي أكبر واحدة فيهن فهي الأقل سرعة في الانتقال. أي الآتي غير صحيح فيما يتعلق بالبلازميد؟ حلقي ناقل جيني ناقل جيني يتضاعف ذاتي هذه هي ينقل قطع كبيرة، لا لأن الفيروس اللي ينقل قطع الكبيرة، إذا بالمقارنة استطيع القبض تجاوزا إنه هو القطع الصغيرة، إذا ينقل قطع كبيرة لا مش صحيح. أي الآتي لا يعد من تطبيقات تكنولوجيا الجينات في المجال الزراعي؟ مقاومة حشرات زراعي، ملوحة زراعي، تحمل ضرورة إنتاج هرمون نمو. 33 أي الإنزيمات الآتية تنتجها بعض أنواع البكتيريا للتخلص من الفيروس الذي يهاجمها؟
انزيمات القطع المحدد. أي الأمراض الآتية يمكن علاجها جينيا؟ تيرنر لا هذا كروموسومي، بتاو كروموسوم، كلايفلتر إذن تليف الكيسي. أي مواقع البلازميد يستخدم لتسهيل فصل البكتيريا؟ طبعا تكونوا حاضرين ثلاث مواقع، اللي هو موقع مقاومة المضادات الحيوية اللي بيساعدنا بعملية الفصل. عندنا هذا الشكل بدك تعبيه. عندي هون عدم انفصال في الأنثى، إكس إكس ما انفصلش، الرجل انفصل عنده طبيعي. بحكي لك واحد يعني إكس إكس ارتبط مع واي، بقول لك شخص مصاب بإيه؟ طبعا كلاين فلتر. بدك من خلال الجدول تطلع الجواب. يمثل مخطط الكروموسومات الآتي أربعة أزواج من الكروموسومات لشخص مصاب به، ورقمنا لك 20 و 20 22 3 الخلل هم في 23. هو المفروض يعطيني 1 2، يا إما إكس واي يا إكس إكس. أعطاني بس واحدة، إكس واحدة أعطاني، إذن ثاني زيرو، إذن هو تيرنر، إذن هو تيرنر إكس أو، لأنه بقية الكروموسومات طبيعية. يستخدم إنزيم القطع أو إنزيم قطع معين في قطع دي إن إيه الآتي هذا بين القاعدة A و G. هلأ هون يا ابني دير بالكم، لا تتسرع لا تتسرع، اعمل لقباله المقابل إله. أنا عندي هنا G A A T T C C T T A A G، وحكى لي القطع بين هاي بين G و A، وببعدهن عن بعضهن. بجيب هذه A A T T C وهي مرتبطة مع G، و القطعة الأخرى G C T T A A. حكالي مين فيهم بتمثل النهاية اللزجة؟ النهاية اللزجة، النهاية اللزجة، نختار هذا اللون، النهاية اللزجة اللي هي هاي المفردة وهاي كمان، بس هو اختار هاي A A T T. إذن باجي بقول هون لا 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 لا، هذا هي الجواب A A T T هي النهاية اللزجة. انتبهوا لها، انتبهوا لهاي القضية، وهي كثير بيجيبوا زيها. أي من الآتي تعتبر منطقة تعرف؟ منطقة التعرف لازم من 5 برايم إلى 3 برايم نفس قراءتها من 5 الجهة المقابلة إلى 3. هسا C C A G بدها تيجي G G T G C T. طب هاي G هاي C C هاي T C إنس هي من بدايتها. A A C G T T G C، خلاص إذا مش صحيح نيجي لهاي T T G A A A A، مزبوط بس هون C هون G، إذا لا. طب نيجي لهاي G G A T C C C C T A G G C C T A G. إذن هذه هي الجواب الصحيح، قراءتها من 5 إلى 3 من جهة تماثل الجهة المقابلة لها. أثناء هندسة الجينات في النباتات الخطوة التي تلي خطوة تعديل البلازميد جينيا، يعني عدلنا إضافة البلازميد للخلية البكتيرية، مش صحيح. استخلاص البلازميد، ما هو المفروض قبل استخلصناه، استخلاص لا. طيب إضافة البلازميد للخلية، طبعا خلص يعني احنا عدلناه وسويناه بنضيفه للخلية النباتية. أحد طرائق تكنولوجيا الجينات الآتية تمكننا من التعرف على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، كوننا عايشين بهالأجواء الله يلطف فينا يا رب يا الله، وشيل هالغم والهم عنا وعن أمتنا،
مين من هذولا؟ فصل كهربائي ولا بصمة ديانة ولا هندسة الجينات ولا تفاعل بي سي آر؟ الجواب طبعا تفاعل بي سي آر. ينتج من طفرة عدم انفصال كروماتيدان شقيقان في المرحلة الثانية. طبعا هذا مكرر مكرر طبعا لأنه مهم، يعني أكثر مرة كررناه لأن الموضوع مهم وكثير بيجيبوا عنه. ينتج من طفرة عدم انفصال كروماتيداني شقيقاني في المرحلة الثانية من قسام مرصف في المرحلة الثانية. طبعا هو لو حكى شقيقان كافي، لو في المرحلة الثانية بنفهم شقيقان، لكن للتأكيد. طبعا اللي بيطلع عنا 50% طبيعي و 50% 25% ناقص واحد 25% زائد واحد. الجواب هذا 25% تحمل زيادة، وفي 25% نقصان، وفي 50% سليمة. ما فيش غير هذا الخيار الصحيح. أي من الاختلالات الآتية مختلف عن البقية من حيث نوع الطفرة؟ فينال كيتون ولا تليف ولا بتا ولا نيمة؟ كل هنجينية ما اعتبدت كروموسومية. الشكل المجاور يمثل طفرة، شو نوعها؟ حكينا لكم تمسك بالتعد ثلاثات، ثلاثي ستي تسعة 12، ثلاثي ستي تسعة نفس العدد. ما دام نفس العدد موضعية، لا فيها لا حذف ولا إضافة ولا إزاحة، إذن هي موضعية. استبدال، شو اللي صار عنا؟ استبدلنا مين؟ استبدلنا سي، هاي الجي استبدلناها بسي. السؤال اللي بعده مهم، ديروا بالكم، كل مهمات والله. الطراز للكروموسوم الجنسي لمتلازمة تيرنر لأنثى مصابة بمتلازمة تيرنر 44 جسمية وإكس أو، ديروا بالكم مش 45، كثير بيغلطوا بهاي هذيك. عند اتحاد جميد ذكري لم تنفصل الكروموسومات الجنسية، جميد ذكري ما حصل في عدم انفصال مع بويضة طبيعية، أي طلعت مكررة كلاين فلتر مرتين مش مشكلة. طبعا الجواب كلاين فلتر. الفكرة أوكي تكرر مرتين، لكن الفكرة هذه مثل أي سؤال جبركيا نفس المبدأ. خلية تحتوي على 14 كروموسوم حدث فيها عدم انفصال، برضو قلت لكم الموضوع مهم جدا، وجدنا بأنه كثير الطلاب بيغلطوا فيه فكررنا، وبعثت لكم مرة على هواتفكم بعثت لكم كمان سؤالين نفس الفكرة. خلية تحتوي 14 كروموسوم حدث فيها عدم انفصال زوج الكروموسومات المتماثلة، يعني وين؟ يعني في المرحلة الأولى، يعني ما دام في المرحلة الأولى راح يعطيني نون ناقص واحد ونون زائد واحد، معناته في المرحلة الأولى. طيب هي 14 يعني كان المفروض تعطيني 7 7، لكن نقصت واحد 6، زادت واحد 8. بدور مين الخيار اللي فيه؟ هذا هو جيم، الخيار اللي فيه 8 و6 أو 6 و8. تطبيق يستخدم في معرفة تسلسل النيوكليوتيدات لدى الأشخاص في مناطق محددة، وبدكم تكونوا حاضرينها بصمة ديانة، ما فيش فيها شيء غير بصمة ديانة، فتحفظها. الطفرة الكروموسومية التي تحدث عندما ينفصل جزء من الكروموسوم ويتصل بآخر، إيه مماثل له؟ تكرار، تكرار مماثل، غير مماثل له تبديل موقع. لو أقول غير مماثل له تجي غير مماثل بتكون تبديل موقع، موجودة بال 175 سؤال، هذول 100 أخذت لكم إياها من 175 نفسهم، بس أخذت هذول مشان فرجيك كيف الحل بس كمثال. يعني نوع الطفرة الكروموسومية التي يمثلها الشكل A B C D A D C شكلها A D، إذن هي تبديل إلى قلب، هي قلب، يعني تبديل موقع بيكون اثنين بيكون كروموسومين، فهي قلب انقلبت. في حالة الراحة
وقبل وصول المنبه للعصبون أي العبارات الآتية صحيحة؟ لسه راحة تتركز إنات البوتاسيوم في السائل بين خلوي. السائل بين خلوي هذا اللي برا. نعم صحيح بتكون جوا. فرق الجهد موجب 35. لا تتركز إنات الصوديوم في السائل بين الصوديوم برا متركزي. فرق الجهد 70. لا إذن هي هجين. إذن تتركز إنات الصوديوم في الخارج. أي أجزاء الخلية العصبية يصل جسمها بالمحور؟ كثير حكينا لكم عنها، ديروا بالكم هضبة المحور. مقدار جهد الفعل بالميلفولت الذي يسبب إغلاق قنوات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي اللي بيؤدي إلى إغلاقها وبعدها فورا يفتح بوابة البوتاسيوم موجب 35. هون ولا ديروا بالك هيك يا ابني، هون قلنا لك هنا موجب 35 إغلاق بوابات الصوديوم وفتح بوابات البوتاسيوم. أي الآتي يعد مثالا على النواقل العصبية؟ بصم، أسيتال كولين. أين تقع قنوات CA موجب 2 الحساسة لفرق الجهد الكهربائي في منطقة التشابك؟ إيش بيسأل هو القنوات؟ دير بالك القنوات بيسألك عنها، غشاء بعد تشابكي ولا الشق التشابكي ولا في الزر التشابكي ولا غشاء قبل تشابكي؟ طبعا في الغشاء قبل التشابكي، في الغشاء نفسه. الأيونات التي تدخل إلى الزر التشابكي لما يوصل السيال العصبي هي أيونات الكالسيوم، طبعا اللي قبله شبيه فيه أو بدل عليه بلا شبيه. الجزء الذي يمنع انفجار القوقعة غشاء النافذة الدائرية. الخلايا التي يعتقد أنها تعمل على تجديد الخلايا الشمية القاعدية. المنطقة المحصورة بين خطي زد قطعة عضلية. شفتوا إذا حافظ بتجاوب. أستاذ 120 دقيقة بكفوا؟ والله إذا حافظ إلا تجاوب 90 دقيقة إذا حافظ، لأن وراثي بتجاوبها بعدها تبني زي تحط بس تحط خطوط إذا حافظ. واحفظوا، وديت لكم برنامج تحفظوا فيه كافي وزيادة، البرنامج وديت لكم إياه. انغمادات غشائية عرضية في الغشاء البلازمي تقع على طرفي خيوط الميوسين، هنا بيبات مستعرضة. بناء على نظرية الخيوط المنزلقة تتكشف مواقع ارتباط رؤوس الميوسين بالأكتين. امتى؟ عند ارتفاع مستوى أيونات الكالسيوم. طبعا يا أولادي بالنسبة للرسومات ما حطناش في الامتحان، لكن أنا مودي لكم إياها فيديوهات كامل الرسومات من بداية الكتاب إلى نهايته. بعثت لكم 4 فيديوهات على الرسومات كبديل عن الأسئلة اللي هنا، أو مكمل، مش بديل، أنا مصدع بديل، أنا مكمل لهذه الأسئلة، يعني كلها بتكمل بعضها. بعثت لكم إياها المفروض درستوهن. أي من الآتية لا تزيد من سرعة انتقال السيال؟ مين ما بزيد؟ زيادة القطور لا بزيد، وجود الغمد هو أساسي، زيادة السمك طبعا، إذا عدم وجود الغمد هذا بزيدش، يعني هي تقليدية هذه بس حبينا نحطها. هرمون التستوستيرون يعتبر مثالا على الهرمونات الستيرويدية. تستوستيرون والألدوستيرون ديروا بالكم. تقع مستقبلات هرمون الألدوستيرون وين؟ مستقبلات الألدوستيرون هو أخو التستوستيرون في نفس الفئة، وين وين؟ غشاء الخلية الهدف؟ لا. في السيتوسول بجوز. غلاف نووي؟ لا لا لا. داخل؟ لا. إذن هو في السيتوسول ونحافظينها. وهناك يتكون المعقد، ها ما حطيت لكم يا سؤال، يتكون المعقد وين؟ في السيتوسول، وبعدين بروح على النواة. انتبهوا، ها هاي بعطيكم كمان سؤال زيادة 101 صار. يتكون المعقد من الهرمون ومستقبله في ألف خارج الخلية، اثنين في السيتوسول، ثلاثي على الغلاف النووي، الغلاف النووي ثلاثي أربع داخل النووي. لا في السيتوسول الجواب، ديروا بالكم في السيتوسول يتكون. تخزن أيونات الكالسيوم في الخلية العضلية
ايونات الكالسيوم وين تخزن؟ بالبيت مستعرضة؟ لا شو هنحكي؟ روس ميوسين في الشبكة الاندوبلازمي. يطلق على المادة التي تتحرر من الزر لتؤثر في الخلية المجاورة ناقل عصبي. ديروا بالكم والله بدائل خطيرة، انزيم، هرمون، لا ناقل عصبي. أي الآتي لا يعتبر من خصائص الهرمونات الستيرويدية؟ نفس الكلام اللي حكيناه، التستوستيرون والأدوستيرون. ترتبط مستقبلتها على الغشاء؟ لا. تدخل إلى الخلية الهدم بسهولة؟ والله بتدخل. بتتكون معقد من هرمون؟ بتكون. بتذوب في الدهون؟ إذا ترتبط مستقبلها على الغشاء؟ لا مش على الغشاء، مستقبلها جوا. ما هي الأيونات اللي تسبب انفجار الحويصلات التشابكية؟ أيونات الكالسيوم. نور راحت. أيونات الكالسيوم. نسبة ثاني أكسيد الكربون التي تنتقل في الدم على شكل مركب كاربامينو 23%. يفرز إنزيم الرنين عند انخفاض ضغط الدم وحجمه من الرنين، نخاع الكلية، ولا الكبة، ولا خلايا قرب كبيبية، ولا شو خلايا قرب كبيبية تكون حافظها. وإمتى كنت بضرب عصفورين بحجر؟ عندنا انخفاض، مثلا تعرف أنه عندنا انخفاض، يعني كنت أقول لك يفرز إنزيم الرنين عنده، الجواب عند انخفاض ضغط الدم وحجمه، يعني ممكن تكون هاي كمان دائرة. فيعني تستفيد من السؤال، لأن بعض الأسئلة ممكن نفس السؤال يتحول إلى دائرة. عملية تحدث لإعادة التوازن الكهربائي، شوف لاحظ كلمة التوازن خطيرة هنا، حطيت لك التوازن الحمض القاعدي، إن ما كنتش دقيق راح يشوف الولد التوازن كل هذا هو الجواب، لا إزاحة أيونات الكلور. عدد الوحدات الأنبوبية في الجهاز البولي، كثير حكوا لي 1.3 يا ابني، في الكلية 1.3 ولا في الجهاز كليتين 2.6. أحد العوامل الآتي يسهم في زيادة تحرر الأكسجين من جزيء الأكسيهيموغلوبين، هل هو زيادة درجة الحموضة، ولا ارتفاع درجة الحرارة، ولا انخفاض تركيز CO2، ولا زيادة الضغط الجزء الأكسجين في الأنسجة؟ أنت بدك تروح تدور وين العوامل، العوامل اللي بتحرره اللي هي ارتفاع درجة الحرارة، ما بتكون يعني فيها حفظ وفهم، يعني مهم هذا السؤال ديروا بالكم، وديروا بالكم نقطة حكيت لكم إياها كثير، كلما قل البي اتش كلما زادت الحموضة، كلما قلت درجة الحموضة كلما زادت حموضة النسيج، وكنا نبهتكم عليها كثير. لانه شوفوا احتمال يجيبوها سؤال تاع الحموضه لهم صاروا يميلوا يصعبوا شويه، بس في الاحياء فيش مجال صعبه، شو بيصعبوا عندنا؟ بيصعبوا في الوراثي، ما شاء الله عليكم عباقره وراثي انتو، جربتكم وشفتكم وعشت معاكم والله ما شاء الله رائعين. وين رحت انا؟ 74. عندما يكون حجم البول لتر، كم كمية الدم التي تم ترشيحها؟ 100 لتر. ليه؟ لأنه حكينا 1% يعادل امتصاصها، يعني كل 100 لتر بنرجع لتر، إذا رشعناه 100 سحبنا منهن 1 لتر بول، إذا 100 لتر تم ترشيحها. لو قال لي 1.5 في امتحان جبت لكم إياه أذكر 150 لتر بيكون. الخلايا قرب الكبيبية توجد في جدار الشريان الوارد. أحد الخلايا الآتية، إحدى الخلايا الآتية تفرز الأجسام المضادة بي البلازمية. أي الخلايا الليمفية الآتية التي يهاجمها فيروس الإيدز؟ ها والله جابوها مرة في توجيه قبل سنين، تي المساعدة، ديروا بالكم. مالنا الله، هاي تي المساعدة. يتم إفراز الهرمون المانع لإدرار البول إلى الدم، ها بقول لك إلى الدم عند زيادة، هاي برضو كمان في التغيب شغلتين، يعني عند زيادة الضغط الأسموزي من وين؟ من النخامية الخلفية.
يتم تمايز ونضج خلايا تي الليمفية وين؟ في الزاترية نخاع العظم هذيك بي. أي المواد الآتية لا ترشح من الكبة؟ الجواب بروتينات البلازما 81. الهرمون الذي يسبب زيادة نفاذية الأنبوبة الملتوية البعيدة لإيونات الصوديوم الألدوستيرون. المادة التي تفرز من الخلايا المصابة وترتبط بالخلايا المجاورة لمنع تضاعف الفيروسات انترفيرونات. ينتقل معظم CO2، ديروا بالكم هاي مهمة، معظم هي 70% يعني أيونات الكربونات الهيدروجينية HCO3 سالب. يتم إفراز السيتوكاينات والتي تنشط الاستجابة السائلة. واحد يقول أستاذ طب ما هي برضو تفرزها الخلايا الكلية المشرعة، أنا بدي هالي تنشط السائلة. الجواب تي المساعدة. عدد جزيئات الأوكسيهيموغلوبين التي تتكون من ارتباط هيموغلوبين مع 24، هذا كل هيموغلوبين بده 4، بنقسم 24 تقسيم 4 بيطلع الجواب 6 أوكسي هيموغلوبين. وحكينا لكم الصف انتبهوا، عدد السلاسل في هيموغلوبين 4، عدد أنواعها 2 ألفا وبيتا، برضو هاي ممكن تيجي الأسئلة. 86. مكان حدوث تحول الانجيوتنسين 1 إلى 2 وين بتم؟ شوفوا مولد الانجيوتنسين إلى 1 عند الخلايا قرب الكبابية عند الكلية، لكن انجيوتنسين 1 إلى 2 الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصلات الهوائية هناك في تلك المنطقة بتم التحول. عدد الجاميتات الناتجة عن انقسام خلية بيضية أولية، الجاميتات واحدة، ليش؟ لأنه هذيك ثلاثة أجسام قطبية، ديروا بالكم بعض هالسؤال بكتب لكم إياه، عدد الأجسام القطبية الناتجة عن المرحلة الثانية ثلاثة أجسام، المرحلة الأولى وجسم واحد، انتبهوا لها برضو، كونوا دقيقين. إحدى وسائل تنظيم النسل الآتية تمنع وصول الحيوانات المنوية إلى الخلية البيضية الثانوية اللي هو العازل الذكري. الهرمون الذي تفرزه الحويصلة الناضجة في مبيض الإنسان، هسا عند الحوصلة الأولية كبرت ناضجة، ناضجة بتفرز هي الاستروجين زي هذا الأولية، ما استمرار لها الاستروجين. إحدى وسائل تنظيم النسل الآتية تعمل على لزوجة المادة المغاطية، في مقدمة الدرس موجودة، في المقدمة موجودة الوسائل الهرمونية في مقدمة الموضوع. 91. أي الخلايا الآتية 2N الأولية، أي أولية أو أم 2N؟ يستمر طور نمو بطانة الرحم بعد انقطاع الدم في طور التدفق، يعني طور التدفق خلص، هسا طور النمو اللي وراه حكولنيها صريحة كانت في الكتاب من 7 إلى 9 أيام، يعني إذا الطمث أخذ 7 أيام هاي 7، إذا الطمث أخذ 6 هاي 8، إذا الطمث أخذ 5 هاي 9، مشان في النهاية الإباضة في اليوم 14. سؤال 93. التقنية المستخدمة لعلاج العقم في حالة الضعف الشديد، بده الشديد اللي هي الحقن المجهري للبويضات. 94. إحدى الخلايا الآتية يمكن أن تكون في قناة البيض، يعني مين اللي تطلع قناة البيض؟ بغي أم أولي مستحيل، والأولي الثانوية اللي بتطلع واللي هي إما أن يتم أو لا يتم إخصابها في قناة البيض. من نتائج إضمحلال الجسم الأصفر
إذا ما حدث حمل في اضمحلال للجسم الأصفر، إذا ما فيش حمل طبعا كلنا. ارتفاع للبروجسترون والاستروجين مستحيل، زيادة سمك البطاني لا، حدوث إباضة لا. إذا الجواب انخفاض نسبة البروجسترون والاستروجين، راح تقل نتيجة حتمية يعني. يتم اللجوء إلى عملية التشخيص الوراثي لأجلنا، متى؟ بحفظ طبعا عند حدوث الإجهاض المتكرر. الهرمون الذي تحويه الكبسولات التي تزرع تحت الجلد ومدة فعاليتها، اللي تزرع تحت الجلد فيها بروجسترون ومدتها 5 سنوات 98. تقنية الإخصاب التي يلجأ إليها في حال الضعف المتوسط، حكينا فوق الشديد، هاي المتوسط. في المتوسط بنعمل الطريقة التقنية التقليدية للإخصاب الخارجي اللي بنسميها أطفال أنابيب 99. الوسيلة الهرمونية التي تستخدم لتنظيم النسل ومدتها 3 شهور اللي هي حقن منع الحمل، هذه 3 شهور. اللصقات 7 أيام. تكونوا حاضرين أكيد، أنتم ما شاء الله عنكم رائعين. يتم إكمال أو استكمال المرحلة الثانية من انقسام موصف لخلية بيضية ثانوية بتحفيز إيش اللي بيخليها؟ الجواب التلقيح بحيوان منوي. طبعا هاي كمان هنا الإجابات موجودة. طبعا أنا بعت لكم إياهن كلهن، بعت لكم 175 سؤال، بس هذولا اخترت 100 منهن هيك مشان نفرجيكم كيف النمط الإجابي. الله يوفقكم ويسر أموركم وأتمنى لكم الخير من كل قلبي، وتليفوناتنا معاكم وكثير بتواصلوا معنا، وظلوا تواصلوا أي شيء بدكم إياه، ومش راح نقصر معكم إن شاء الله في أي يوم في أي لحظة في أي وقت ليلا نهارا. انتوا اولادنا وطلابنا واحبابنا وبناتنا، الله يرضى عنكم، وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، والى اللقاء.